السلام عليكم. يا الله شباب الجامعة وما حولها. تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. ايش نسمع من الأساتذة؟ جهودكم كحصيلة تقريبا، أنا مطلع على النتائج اللي هي يقولون طورنا فلان موضوع، حكينا بفلان موضوع، عندنا مشروع بفلان موضوع، ولكن يهمني إذا أكو أشياء محددة تقلبكم في عملكم أو مقترحات تزيد من عملكم قدرة وتأثير وتجدد، فأسمعها منكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سيد الرئيس، شرف كبير أن نحضر للقاء حضرتك، وإحنا كأساتذة حاليا نعيش بعصر ذهبي أمانة، بدون رياء وبدون أي تملق لأي شخص. معلش هم الأراخين من يحشون بيناتهم من يطرون بعضهم. على عمل الخير مثل ما الله سبحانه وتعالى علمنا، لأن شكرتم لأزيدنكم وهو خالقنا. الحمد لله. فما كان المقصود هو أنه ينتظر أن نشكر سبحانه، وإنما أن يعلمنا، يقول أنا أخلقكم ومع ذلك أقول لكم لأن شكرتم لأزيدنكم، فتعاملوا ويا بعضكم بهالروحية. فاحنا ما يعني ما عاد نحتاج من بعضنا لا تذكير بالمهمة الوطنية، لأنه الوطن وطننا والبلد بلدنا وإحنا أهلها. وأقصد من أقول إحنا أهلها أقصد كعراقيين، يعني واحد من العراقيين. فمن نقول لواحد منكم حفية فلانة أخو فلانة، يعني مو المقصود أي شيء غير أن نقول للآخرين إنه إحنا نشوف العمل الطيب ونثني عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بهذا. فليش يعني رياء؟ ليش من أنتوا ويا بعضكم مثلا تطرون بعضكم، ما تقدم له مقدمة جميلة تقول له إنه ليس رياء؟ ليش مثلا مع مسؤول من تطري موقف صحيح قدمها بمقدمة تقول يعني في هذا الموضوع أريد أعلق عليه. هذا سبب عاملين أساسيين ينبغي أن ننتبه له كعراقيين، نبني على الصحيح منه ونحاول نغادر غير الصحيح منه. الصحيح هو انه احنا كبلد عانينا ما عانينا من ناس يحملون عناوين كبيرة لكن لا يتصرفون طبقا لروحية وصف العنوان على اساس قياس تراثنا ومعاني ما نحمل وما ننشد وما نتوخى وما نتوقع من حامل المسؤول حامل العنوان. فأمام مثل هذا الحال اللي تقريبا عشنا وياه قرابة 1000 سنة، صارت عندنا نمط من الحساسية تجاه العناوين. فمن نقع على عمل جيد لعنوان نقول ونريد نثني عليه نحط لها هاي المقدمة، وكأن الحالة استثنائية. العامل الآخر هو أنه قسم من شعبنا
تعبى عقائديا على انتظار حالة طبقا لمعتقداته، يعتقد من غيرها لا يمكن أن يتحقق العدل، وهذا أيضا خطأ علينا أن نغادر، لأنه بالعراقيين خير كثير، والخير ممكن أن يأتي من أبناء الأمة عندما يخلصون النية والموقف. ما يجوز نخضع لتعبئة عقائدية منقولة من أجنبي. منين ما يكون هذا الأجنبي يقول أنا مسلم أو أنا مسيحي أنا مؤمن هو القائل أو هو غير مؤمن، هو يتشيع لآل البيت أو هو على حال السنة. طبعا أيضا أهل السنة من مرات نحرمهم من التشيع لآل البيت، يقولون ليش تفرزونه، نحن نؤمن بسنة رسول الله ولكن نتشيع لآل البيت، أي بمعنى نواليهم. أقول مهما يكون الأجنبي علينا أن نفهم أن الدين إن لم ينظر له بعقل وضمير عربي لا يمكن أن يكون مستقيم في نماذجه وفي تطبيقاته، بل وأحيانا حتى في نواياه المسبقة. وعلى هالأساس علينا أن نتعامل مع الخير بصورة طبيعية ومع الخطأ أيضا بصورة طبيعية، بمعنى طبيعية أي بمعنى ننهر الخطأ ننبه ثم ننهره ثم نقاومه بمسؤولية، والصحيح نبنى عليه مع اعتزازنا بمن يقوم به. لذلك شفنا يعني من أي كلمة تصدر من أي واحد من عندنا نعلق، لأنه احنا بحاجة إلى تأكيد منهجنا، وبما أنه منهجنا حي ابن الحياة في الوقت اللي هو قائدها، فدائما يغرف من الحياة ويعزز قدراتها للوثوب إلى أمام أو للصعود إلى أعلى. لذلك تشوف من أي تصرف نعلق عليه، أي قول نعلق عليه حتى يغدو منهجنا ينطوي على ما ينبغي من شمول على قياس مرحلته ومن قدرة على استيعاب التجديد والمستجدات على قياس منظورنا للأفق البعيد. أشكرك أنه فتحت لي مجالا أعلق، مع أنه إحنا بداية الطريق الآن. ملاحظات أخرى أخواني. سيدي عندي في النقطة أو نقطتين أريد أذكرها بالنسبة للمؤتمرات العلمية. سيدي إحنا نريد نمثل بلدنا برا، نريد نسمع صوتنا، وريد نكون سفراء علميين حتى نسمع العالم إنه إحنا ناس علميين وما حد يقدر يسرق من عندنا جهودنا العلمية. فسيدي مشاركتنا في المؤتمرات العلمية برا تكاد تكون معدومة. سيدي النقطة الأخ اللي هي إحنا نريد سيادتكم يسهلها، إن قضية النشر والطبع. طلاب الماجستير سيدي عندنا إحنا بلد محاصر، ما عندنا أي مصادر أخرى ما عدا مصادر اللي هي البحوث اللي تنشر في داخل القطر. سيدي إحنا ندز البحث يتأخر سنتين، طالب الماجستير ما عنده وسيلة أن يروح ويقرأ هذا البحث إذا البحث بتأخر سنتين. فاللي نرجوه سيدي مصادر ماكو، فالمصدر الوحيد هو أن يستند على بحوث. الوقت مبكر، قلنا الجامعات عليها نتوفر المصادر، سوينا تخصيصات لهم على ما ذكر، وبينا لهم أيضا الوزير التعليم العالي وبدوره بين الجامعات إنه
شلون لازم كل استاذ يعرف استاذ مقابله او يعرف طالب في يوم ما درسه من بين العرب، يراسله ويقول له ابعث لي المصادر الفلانيه والى اخره. ووظفنا قلنا كل سفاراتنا، كل ملحقياتنا، كل ممثلياتنا، وين ما تشوف مصادر تطلبها وزارة التعليم العالي ابعثوها. وفي نفس الوقت بعض المقالات المهمة والتحليلات المهمة يعاد طبعها وتوزع على الاختصاصيين. فيعني ورصدت سيدي، ها؟ ورصدت التخصيصات اللازمة لرئيس الوزراء. ورصدت التخصيصات، فليش ماكو مصادر؟ طبعا الماجستير الطلاب تتأخر سنتين لما يقدرون، يعني من يبحث الطالب الثاني اللي بعده بعد سنتين يلا وزارة الإعلام تطبع هذا البحث، ما يقدر يرجع لها حتى يعني بحث جديد اللي يسوي موجود بالجامعة. إذن هذا موضوع راح أكلف وزير التصنيع العسكري يسمع من جانبه، وراح أكلف وزير التعليم العالي وكالة أو الوزير الأصيل عندما نعين وزير أصيل يتابعوا وياكم ويشوف وين الماضي. دائرة التربوية من الديوان. دائرة التربوية من الديوان. سيد الرئيس القائم، احنا في جامعة التكنولوجية حاليا عندنا ورش لا زالت فيها المكائن لا تتناسب و المكائن الرقمية الموجودة اللي ممكن للطالب أن يتعلم عليها ويتخرج كمهندس يستطيع اختصار الزمن والولوج إلى العمل الصناعي بشكل كبير بالوقت الحاضر. سمعتوني بالجلسة السابقة حكيت ويا الأساتذة قلت ينبغي أن نطور المختبرات والورش. نعم، و ما اكتفيت بكلامي هذا مع انه كان الوزراء المعنيين وياي، وانما طرحته في مجلس الوزراء وكلفنا اللجنه الصناعيه بان تدرس، مو ان تدرس هل نطور ام لا نطور، الاتجاه ان نطور، ولكن تدرس كيف. اذا احنا بصدد إن شاء الله نعزز إمكانيات المختبرات والورش الموجودة في الجامعة والمعاهد الفنية وما إلى ذلك. شكرا جزيلا سيد الرئيس. نعم سيد الرئيس القائد سلطان حسين حفظك الله ورعاكم، الأستاذ المساعد الدكتور حسام إبراهيم جعفر الرباعي. سيدي، لقد كانت تجربة زج الأساتذة في القطاع الحكومي الصناعي والتعاون مع كادر التصنيع في الهيئة ثمرة من ثمرات عقلكم النير، إلا أن هذه الثمرة يجب رعايتها وتطويرها وإدامتها لخدمة القطاع الصناعي الحكومي والخاص. سيد القائد المناضل، أقترح وجود هيئة تنسيق بين أساتذة الجامعات والقطاعات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص تتولى إفراز الأعمال حسب موقعها وأهميتها لزج القطاع الخاص وأساتذة الجامعات في الأعمال التي تليق بالجميع من أجل النهوض بالصناعة الوطنية إلى المستوى الذي يليق بها. سيد الرئيس القائد، على هذه الهيئة مثلا دراسة المشاكل التي تعيق العمل في القطاعات الصناعية وتوزيعها على الجامعات من أجل تكوين فرق عمل تحل هذه المشاكل. المقترح الثاني سيدي، أمر سيادتكم بتشكيل شركات تابعة لأساتذة التعليم العالي، ونحن كنا من أولى المبادرين بتكوين شركة لشركة عامة للمنظومات الزراعية للري والسقي بالرش والتنقيط، إلا أن الإجراءات الروتينية التي نعاني منها بحيث كان هذا الإجراء قبل 4 أشهر أو 6 أشهر ولحد الآن لم يتخذ أي إجراء بشأن هذه الشركات. وعلمنا من وزارة الزراعة أن هناك عقود تنفذ مع شركات عربية أو أجنبية لحل هذه المشكلة، مع أننا نستطيع حل مثل هذه المشكلة محليا. اكتب لي بيها هذا. صار سيدي. اكتب لي بيها كتابة. صار سيدي. حتى نتفاهم ويا المعنيين، لأنه هذا خلافا لتوجيه. توجيهنا يقول الموجود بالوطن أولا. نعم سيدي. إنسان، شجرة، ساقية،
ذرة تراب وبعد ذلك الجهد خاصة في هذا الموضوع. نعم سيدي. الجهد العلمي والتقني والاقتصادي مع آخرين، فحتى نسأل المعنيين نقول لهم يا أبو ليش هالشكل، ليش ما تشجعون شيء موجود ببلدكم بانتظار والله تتعاقدون مع، يعني شنو نريد احنا ننجح الأجنبي على حساب العراقي؟ هاي مواطني. يعني ما أقول حالة نقيض للوطنية، بس أقول مواطني. الوطني هو أنه أنت تشجع الشيء الموجود في بلدك، ومن تداخل الوطنية بالقومية، لأنه إحنا ناس قوميين، هذا ما نخفي، أي بمعنى نرى أن العراق جزء من أمة أكبر منه. فمن الموضوع يتعلق بالأمة، نقول الأمة أولا. فأرجوك بأسرع ما يمكن بهالجلسة، وإحنا نحكي أنت اكتب ونطيني إياها. سيد العفو، أكو إجراءات روتينية إدارية أقدر أسميها لا علمية، يعني ما هو الضير أن تكون مثل مؤسسة المعاهد الفنية طارحة شركة للمنظومات، واحنا في قسم هندسه انتاج المعادن جامعه التكنولوجيه ننشئ شركه اخرى ربما المسلك التكنولوجي، الفكره غير شكل او الى اخره، يجيك الرد يقول لك يجب ان تدمج الشركتين لانه نفس الموضوع. سيدي يعني المسلك التكنولوجي والتطور، منين الرد يجي؟ يعني كان يكون من الوزاره او من الجهات المعنيه برفع الشركات. اي وزاره؟ وزاره التعليم العالي. يعني احنا بلغنا ان الشركه يجب ان تدمج مع شركه منظومات التقدير للمعاهد الفنيه. اذا عندنا 10 نعم ما يصلحون الا ان نشكل بهم شركه واحده حتى تحقق الخطوه الاولى. نعم. للعمل اللي احنا بصدده ينبغي ان نسعى لان نجعلهم 5 حتى نحتفظ ب10 في شركه، والخمسه الاخرين فورا ننشئ منهم شركة منافسة لنفس الشركة لكي نحصل على مسالك جديدة تحقيقا للهدف ونطور الإنتاج. هذا هو مبدأنا. نعم سيدي. يعني هذا هو مبدأ الدولة العراقية الجديدة، ولو يعني كان ممكن كان قلنا بدل الوزير الواحد يصيرون وزراء 2، وبدل من رئيس الدولة يصيرون رؤساء دولة 2 على الأقل، إن لم يكون 3 أو 4، بس نخاف ما يتعاونون ويسوون لنا مشاكل. ولا لو نضمن تعاونهم والمنافسة تصير ضمن سقف مصلحة الوطن، يعني إلى هذا الحد كان ممكن نكون متطرفين في حالة اختيار أنه دائما ينبغي أن يكون أمام البلد أكثر من خيار واحد في الإنتاج، حتى نطور للإنتاج، وحتى نشوف حاليا يكون إن اختيار قائم على أساس موضوعي. سيدي إحنا جدا فرحانين أن نلتقي بك اليوم، وأنا فرحان بكم، يعني هذا اللقاء يتكرر فأشعر بسعادة غير اعتيادية. وإن شاء الله مو سر أن أقول لكم أنه قمت أتمرد على بعض معاملات الدولة الورقية، جانب منها حتى أشجع أخواني المسؤولين أنه يتحملون مسؤولياتهم ويتخذون قرارات طبقا لمسؤولياتهم، وما يكثرون من المراسلات على أمور معينة. وجانب أساسي منها هو حتى أشوفكم، يعني بمعنى حتى اشوف العراقيين، لانه اذا اظل بس اشتغل ورق فرصة اني اشوفكم تصير اقل. فاني الفرحان باني اشوفكم، يعني لانه من اشوفكم انتم غذاء روحي، وبنفس الوقت اشوف الحالة المباشرة في الشعب
أقدر أكون على اتصال يومي بنبض الشعب، وأعتقد العناوين اللي تبتعد في السلم الهرمي إن لم تتصل بنبض الشعب تفقد روحية الفعل المؤثر وعقلية الفعل المؤثر. نعم. وسيدي فرحانين أيضاً باللي تفضلت به في جلسة مجلس الوزراء جلسة 37 واللي سمعناه من التقيت مع زملائنا اللي سبقونا من المتميزين أو اللي قدموا أعمال إبداعية. وإن شاء الله سيدي نعاهدك أن نكون عن حسن ظنك، وطاقة العراقيين وإحنا شريحة من العراقيين طاقة مفتوحة ما لها حدود طالما أنت القدوة مالتنا، وأمانة يعني قدوة للعراقيين وللعرب، وحتى أعدائنا سيدي بدأوا يطلقون تسميات يتمنون أن يكون عندهم فد قائد اسمه صدام حسين. سيدي بال94 كنت في تفرغ لمدة سنة في بريطانيا، يعني إذا تسمح لي يعني مقتطفات قصيرة يعني أذكر من هذه القصص. وكان عندهم جيش الجمهوري الإيرلندي السري قبل سنتين واضع قنبلة في أحد الجسور، وهذه القنبلة مسوية فتحة عرضها مترين. سنتين يعني رحت بال94 هم يتناقشون يصلحوا للجسر يفلشوا الكلفة المطلوبة جدوى إلى أن واحد يعني صدفة يعني هذا في برنامج داعي فقالهم روحوا اشتغلوا بطريقة صدام حسين. وين هذا كان؟ في الأربعة وتسعين سنة. وين؟ في بريطانيا. قالهم إحنا هذا البلد دمرنا 90% من الركائز مالته وحاصرناه، وإذا تسمح لي سيدي أذكر النص يعني بدون إلقاء. وصدام حسين بنى 100 جسر بسنة، وانتو نقرا مترين صار سنتين كل شيء مسوي. سيدي هذا العام بالشهر الخامس كنت في مؤتمر بالقاهرة حول الاستخدامات الصناعية لأشعة الليزر، فإحنا جالسين في فترة الاستراحة ونهض واحد من الأساتذة المصريين نهض بشكل يعني فجائي وصاح قال صدام حسين أشرف رئيس جمهورية عربي، وهذا على كلامي سيادة الرئيس شاهد زميلي في جامعة بغداد كان جالس يبني. قال إحنا كان عندنا جمال عبد الناصر حاليا موجود صدام حسين. جلس يمي قدم لنفسه اسمه الدكتور سيد وعلى ما أعتقد سيد محمد، كان يعمل في جامعة السليمانية في السبعينيات في العراق. قلت له أنت ليش تقول هذا الكلام؟ يعني هل هو مجاملة؟ قال لي لا، لأنه فعلا سيد الرئيس صدام حسين هو قائد العرب. قال أنا بال 77 وقعت علي مظلمة من رئيس جامعة السليمانية في حينها، وراد يلصق بي تهمة اللي هي يعني تخل بسمعتي كأستاذ جامعي، وأني قدمت التماس إلى في حينها كان السيد هو نائب رئيس الجمهورية ورفع هذه المظلمة. قالوا أنا نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. العفو كان صدام حسين ذاك الوقت عنوانه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة نائب أبي سر. قال وأني عربي غريب ولا أعرفه ولا إلي صلت قرابة به، فإذا هذا هو فعلا القائد العربي. سيدي اللي قام بالأستاذ عبد التواب حقيقة هي فد مسألة كبيرة كبيرة في نفوسنا وكبيرة في أثرها إن شاء الله على يعني في العراق ومستقبل الأجيال اللي إحنا قاعد نربيها. حرك ما مخزون في داخلنا، وصرنا احنا نتعلم من التصنيع العسكري. انا يعني قبل اسبوعين سويت مذكره للسيد رئيس الجامعه على اللي يعني جزء من بسيط من اللي تعلمناه يعني من وجودنا معاهم. قدمت له مقترح اللي هو نظام البديلين اللي احنا ولا نعرف احنا بالتعليم العالي، بس هذا احنا شفناه يعني بالتصنيع العسكري، يعني المسؤول الفلاني اذا ما موجود اكو شخص من ينوب عنه. فجيت قسمت رسائل فروع ومسؤول الدراسات العليا والمعاون فخليت كل اثنين انه واحد بديل عن الاخر في حاله غياب ايضا. سيدي قمنا نعلم طلابنا امور اللي هي ابدا ما كنا نشوفها غير بالكتاب والصوره انه كنا نشوفها بأم عيننا، وقمنا نلبسها. ويعني عمليه التزاوج اللي صارت بين
المعرفة الأكاديمية حتى التطبيقية، لأنه إحنا كثير من عندنا أيضاً هم تطبيقيين، لكن هي كانت مختبرية بعدها أصبحت تحولت من مختبر إلى ميدان. بقول سيدي بهذا الجانب، وقبل أن يعني أوجز لك الأمور اللي سويناها، ما زال هناك طاقات أسميها مكبلة أو سيادة الرئيس غير موجهة، اللي بيصير ويا وزارة التصنيع العسكري هو جزء من طاقة الأساتذة، لكن سيدي إحنا كأساتذة بحثنا العلمي غير موجه في الجامعات. يعني ما أقصد الجانب اللي له علاقة بالتصنيع العسكري، أقصد الجانب الآخر اللي إمكانية التدريسين الآخرين اللي هما حالياً غير معشقين مع التصنيع العسكري، زاداً إمكانياتنا الأخرى اللي إحنا نعبر عنها ببحوث علمية من خلال طلب الدراسات العليا أو بحوث شخصية. سيدي إحنا بوزارة التعليم العالي وحقيقة هي مو الوزارة، إحنا في البلد نحتاج إلى 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 جهة تضع الاستراتيجيات وتقول لنا هي شو تريد. يعني أنا سيدي إحنا في هيئة البحث العلمي بالوزارة، وأنا أتشرف عضو بها، تجينا الخطط من المراكز والوحدات البحثية، وإحنا مجرد نقول نعم. يعني التدريسي اللي يشتغل على هذا الموضوع هذه السنة بعدين ينهي العام القادم يشتغل على غير موضوع، ما حد يقول لي ليش. وهل هذا مفيد؟ هل فعلا إحنا نستثمر وقت التدريس وأموالنا ومختبراتنا وجهدنا باتجاه ده يقدم خدمة للبلد، ده يتعشق ما يحتاج مع ما يحتاج البلد وما تحتاج الوزارات الأخرى؟ فسيدي اللي نحتاجه يعني جهة على المستوى الوطني وضمنها هي وزارة التعليم العالي يقولوا لنا بالضبط هم شو اللي يريدون، لأن هذا اللي إحنا لمسنا كنا طلاب وندرس برا. يعني البحوث تيجي موجهة ومجزئة إلى أجزاء بحيث إحنا كنا نعرف هذا الجزء أين يقول، لكن إحنا ما نعرف تفاصيل البحث حتى يعني البحوث السرية منها اللي تخص الجانب العسكري. فسيدي هذا جهد كبير قاعد يضيع، وسيادتك تقدر تطلع على كثير أو كل النشريات اللي قاعدة تصير لها حشوفها شغل عمل بحثي نعم لكن غير موجه، لأنه ما نعرف هل هذا راح يفيد البلد بالوقت الراهن، يفيد بالمستقبل لا أحد يعلم. سيدي يعني هذا الموضوع من فترة من الزمن طويلة نبهت أنه البحوث توجه طبقا لحاجة البلد طبقا لمرحلتها على أساس مرحلتها، واللي أيضا يعشق موضوع معين ويرى بأنه هو استراتيجي حتى وإن كان لم يدخل ضمن المرحلة المباشرة للبلد لا بأس أن يوافق أيضا عليه أو يوجه الباحث باتجاهه، لأننا لا نعمل للحاضر فحسب وإنما نعمل للحاضر وسط المستقبل. ففي لقاء من حوالي أقل من شهر أو بحدود شهر أيضا طرح أحد الإخوان هذا الموضوع، فعاودت طرح الموضوع في مجلس الوزراء، وأظن كلفنا لجنة أن تتولى متابعة استخراج أسس مركزية للكيفية التي بموجبها يجري البحث في الجامعات نفس الاتجاه اللي تفضلت به جنبك. ولذلك يعني أثني على كلامك بأنه نعم هو هذا الطريق، مو الطريق أنه واحد بس طبقا لما يعجبه أو هواياته يجي يقدم بحث. أحيانا يعني بحث نظري في قياس أنه شقد بإمكاننا إحنا نتعامل وياه، هل هو اللي نحتاجه الآن إحنا كبلد محاصر؟ اللي نحتاجه الآن كبلد محاصر هو أن نقدم شيء بإمكاننا بقياس القدرة والمستوى العلمي والتقني اللي نحن عليه بإمكاننا نتعامل ويا البحث ونحول البحث إلى مفردات حية في حياتنا تفيد الفلاح وتفيد الطالب في المدرسة وتفيد الطالب في الكلية وتفيد ربة البيت وهي في بيتها. هذه هي البحوث اللي مطلوب أن نبحث فيها، ولذلك تشوف نحن يعني مو فقط في التخطيط الاستراتيجي لحشد القدرة للنهوض بالبلد علمياً
يفترض بنا أن نكون منتبهين لأهمية هذا الموضوع، وإنما كنا منتبهين بوقت مبكر في وضع الأسبقيات للحشد. لذلك تشوفون الآن ألتقي بكم تحت عنوان اللقاء بالأساتذة الذين يعملون في التصنيع العسكري. ليش؟ هذه هي الأسبقية. ما معقول أنت بالوقت اللي تحاصر وتحتاج لقمة الخبز تبحث تستورد آيس كريم. يعني يصير هذا، يعني هل يجوز ذاك مثل هذا المعني، مثل هذا العنوان أو المعني في العنوان لا يرى حاجة بلده؟ إذن عليه أن يركز كيف على الزراعة، كيف تلبي لقمة العيش. وعندما نهاجم بسلاح الأجنبي وبطائراته وصواريخه، أول تركيز هو شلون نضعف تأثير هذا السلاح ضد شعبنا وبلدنا وجيشنا. لذلك تشوف، إذن إن لم نكن طبقا لهذه النظرة الواقعية، والنظرة الواقعية بمعنى أن نرى الواقع لنغيره تغييرا ثوريا، وليس أن نرى الواقع ليكبلنا بثقل تخلفه أو عدم قدرته، وإنما نراه، نلمسه، نعرف تفاصيله حتى نقدر نغيره نحو الأفضل ونرتقي به نحو الأعلى. نعم، البحوث بالجامعات ينبغي أن توجه باتجاه حاجة البلد في كل الميادين، بما في ذلك البحوث النفسية والثقافية والاجتماعية وما إلى ذلك، وليس فقط البحوث التقنية والعلمية، وإلا يصبح الأستاذ المعني كأنه هو خارج السرب، بينما احنا لا نرى بأن هنالك عراقي واحد خارج السرب إلا من يريد أن هو بإرادته، مع ما نبذله من مجهود أن نثني عن موقفه لكي لا يكون خارج السرب، يريد أن يكون خارج السرب، ذاك الساعة للموضوع حديث آخر. فكوننا كلنا نحب العراق وهو بلدنا، ونتفانى في خدمة شعبنا العظيم وهو يستحق ذلك، فإذا علينا أن نوجه البحوث كلها طبقا لمواصفات المرحلة التاريخية التي يعيشها الشعب، لكي يخرج الشعب وهو منتصر بأقل ما يمكن من الأضرار التي تصيب. تكتشف أنت وكلنا نكتشف لماذا إصرارهم على معاداة العراق. نظريتهم تقول الآتي: أن العرب عبر التاريخ كانوا يلعبون دور قيادي، واللي يريدون يقودون على طريق الضلالة من الناس اللي يسمون أنفسهم دول كبيرة أو عظمى، لا يريدون منافس لهم على طريق الخير، وهم يعرفون هذه الأمة، الأمة العربية، ووسط لب الأمة وعقلها وقدراتها وفي نفس الوقت همتها العالية العراق، يعرفون هذه الخواص، ويعرفون أن النهوض في الأمة لا يمكن إلا أن يكون نهوض خير لصالح الإنسانية جمعاء. ومن بين مواصفات العصر تعطي للثروة دور أساسي في النهوض أو في تسهيل مهمة النهوض. وعلى أساس هذه النظرية، عندما أصبح العرب يملكون النفط في أراضيهم، يعتقدون بأن هذا النفط إذا ما بقي حرا سيلعب دور في التسريع بقدرة الإرادة على أن تبلغ مداها وأهدافها.
فنظريتهم تقوم على أساس أنه ينبغي أن يلتهي العرب، يتلهى العرب بأمور يصرفون عليها ثروتهم النفطية خارج إطار عملية النهوض العظيمة اللي تنتظرهم لو تركوا أحرار. ومن ذلك تشوف انه مرشح الرئاسة بوش الابن يقول انا من ضمن برنامجي انه لن اسمح لهاي الدول النفطية انه تنتج على هواها وتتصرف على حريتها بهالمعنى. انا ما اريد استذكر النصوص اللي هو تحدث بها، ولكن كل النصوص مهينة لمن يقبل الإهانة أو اعتاد عليها. ولكن لمزيد من كشف النية الأمريكية في طريقة تعاملهم مع العرب، إنه من ضمن برنامجه يحدد طريقة تصرف مالكي ثروة في ثروتهم في دول هم يقولون دول، مو بس احنا نقول، هم يقولون احنا دول وعندنا علام وعندنا سيادة وعندنا جيوش وعندنا تسميات مثل ما امريكا عندها تسمية، مثل ما العراق عنده تسمية، مثل ما روسيا عندها تسميات، هم عندهم، او انجلترا هم عندهم ملوك ورؤساء وجيوش، يقولون إذن إحنا دول مستقلة. اللي هو دولة مستقلة خلي يرد على بوش الابن، خلي يقول له لا إحنا دولة مستقلة، يا الله شو يقدرون يقولوا له إحنا دولة مستقلة وهو بعده مرشح رئاسة. تصريح من يومين أنا قريت وقال دول الخليج ما لن نسمح لها بأنه تصرف بالنفط يعني بطريقة، لأنه إحنا دا نحميهم. يحموهم منين الدول الخليج؟ اتخذوا من الحادث اللي صار في 2 آب هذا له ظروفه ووضعه، واحد عاق وانضرب راشدي، منين يحموهم ويستحق له راشدي؟ فمنين يحموهم؟ من شان الخميني الله يرحمه، احنا الميت اللي نقول الله يرحمه، هو عدو ربه ينجاز. وبالمناسبة البارحة سمعت شيء سريع انه في بيان الدفاع الجوي يقولون من قاعدة المنبوش، ما ادري من هو، من صباح تعبير هيش يعني جفلت منه، احنا مو هيش عدد. احنا خميني قلنا للإعلامنا ممنوع بعد ان توفاه الله، خلاص اصبح حسابه منقول الى جهة اخرى، احنا خلاص بعد ما لازم نذكره بسوء. فمثل هاي التعبيرات ما نريدها احنا في منهجنا، احنا نظل متوازنين، والعادات العربية الاساسية الاصيلة هي اللي لازم تكون هي الحكم في تصرفنا وفي ما نقول. نقول منين يحميهم ابن بوش دول الخليج؟ إذن خلي الدرس الآخر يأخذوه من هذا، معنى أمريكا ماضية في سياسة التخويف لهم حتى وراها تجلدهم على ظهورهم بالخيزران، تقول له انتج هالكثر ولا تنتج هالكثر وبيع بهالكثر واشتري منا وفق القائمة الفلانية بأسعارها المحددة. هل يرضي هذه دول الخليج؟ إذا يرضيها فهي أمام شعبها، يعني هم يقولون احنا ملوك، والملك يفترض من يتعرض بلده إلى المهانة من أجنبي جرسيفه، ومن يتعرض إلى مزاحمة من واحد من أبناء أمته يتحاور وياه، وإذا ذاك يركب
يركب راسه هم يجر سيفه. ما نقول لا، بس خلي يردون هم الملوك يسمعوني، وهم متسميات متسميات، خلي يردون على المرشح الرئاسي يقولوا له من فضلك اسكت واعرف حدودك، ليش يتجاوز على بلد حر؟ فيقدرون يقولوا له لبن بوش يقولوا له اعرف حدودك، لو يحكي على العراق احنا نقول له الزم حدك يا ولد يا رجل. هاي كلمة يا ولد يستخدموها العربان في منطقة شمال بغداد، يقصدون يزلمل يعني لما ما يعرفون اسمه. بمصر لا، يستخدموها ولد استصغارا، عشان نقول له اعرف حدك، اعرف حدك ولا تجاوز، واللي تجاوز ترى على بلدنا احنا نحط له حد، حطينا لهم حد. يقدرون يقولوا له خليهم هسه يعني يسمعوا، اللي راح يسمعوا. شوف ايش كثر بدوا يهينوهم، بدت المهانة تصير على المستوى المكشوف المفتوح. قبل بس بيناتهم يقولوا لهم اشتروا هاي القائمة من أسلحتنا، حتى لأنه الخوف جايكم من العراق ومن إيران، هاي خوفوهم. ليش من تعرضوا إلى كان الخطر الإيراني مو العراق مبرا وصد لهم الخطر بكفاءة وإيثار عظيم وشجاعة، وظلت عقلهم فوق رؤوسهم وظلوا يروحون على قازينوهات باريس ولندن ويفترون، ما حد كان يقدر ينفض ديالهم. هذا خلي ياخذون درس آخر من تصريح ابن بوش، يقول له هذا الدرس، يقول لهم ترى شوفوا أجلتكم بالخيزرانة إذا أجل الرئاسة، مو بمعنى الآخر مو بمعنى آل غور يعني أحسن من هذا، لا نفس الشيء. العرب الضعيف يدارو، الغرب الضعيف يدوسون على راسه، لأنه قيمهم تختلف عن قيم، فعليهم أن لا يكونوا ضعفاء. أنا ما أريدهم يكونوا ضعفاء حتى علينا، وسبقاني قايل لهم إياها من زمان، قايل لهم اللي يعتدي بجيشه ولا يرعوي من غير حق، من حق كل العرب اللي يجيشون عليه بعد أن ينبهوا، وما زلت أقوله، بس بحق. مو يجي يقضب سلاح الأجنبي حتى الأجنبي يعين بسلاحه ويصيب عراقي، ولا لا لشيء إلا فقط حتى يسهل مشاريع الأجنبي. شوف كم عنوان عربي عندنا، كم رئيس، صدام حسين رئيس جمهورية، فلان رئيس جمهورية، فلان ملك، فلان فلاني ملك. أي باية فتحة الصدر من واحد يسمع نشرة الأخبار ويسمع هالكثر رؤساء وملوك وجيوش ودول، وتالي خمس مخبطين يقتلون بشعبنا فلسطين وأطفالنا يذبحون بيهم ويهينون نسانا، تصدر تصريحات معيبة، تصريحات والله خلنا نشكل لجنة دولية، يعني لجنة أمريكية، دولية يعني أمريكية، كافي قبول بالمهانة، كافي ضعف. ينبغي أن يوضع حد للصهيونية، وإذا هم ما قادرين ترى العراق وحد يقدر يحط لهم حد، خلي ينطونا وصلت قاع مناسقنا وهم بس يدعمونا من بعيد ويشوفون شلون نحط لهم حد في زمن قصير، من هسه اليوم
يعني مو ننتظر عود يأتي يوما ليرفع الحصار حتى نقدر نحط لهم حد. لا، من هاليوم نقدر نحط لهم حد وكل شيء ما يريد منهم. يريدون يقولون لا هذا شرف للجميع، يلا خلوا يتوكلون على الله نحط لهم حد. وهم يعرفون شعب العراق عظيم وجاهز ايضا من هذه اللحظه لان يحط حد للصهيونيه. شدعوا اهل الاهانه بالعرب وهم يحملون عناوينهم، عيب على كل واحد يقول انا سيد شعبي، يعني رئيس الدوله يعني سيد الشعب، ملك الشعب يعني سيد الشعب، عيب على واحد يقول انا سيد شعبي وما يقدر يحمل سيف على الظلم، عيب. هيك كانوا العرب، اللي ما يقدر يحمل سيف على الظلم ما يتقدم يكون سيد شعب ولا حتى سيد عشيرته. يريدون يقولون شرف عظيم هذا لأن كنا احنا ما لازم يحرمنا من العراق. لا والله، والله سعادتنا، واحنا شلون يريدونا؟ وين يحطونا؟ بأي مكان؟ شلون نصطف؟ ما ندور احنا مظاهر، ندور نتيجة. كافي مهانة بالأمة، أهانوهم لما تنكروا للعراق. شو قبل ما كانوا يقدرون يهينوهم؟ من عام 88، من 88 يوم الانتصار في القادسية المجيدة إلى أن أطلقت القذائف على بغداد في عدوان 30، لم تجرأ إسرائيل أن تطلق رصاصة واحدة على أي عربي. هذا هو وزن العراق. وزن العراق مو بمساحة أرضه ترى، ولا بعدد سكانه، بل ولا حتى بتاريخه القديم، بقدرته على إحياء كل هذا والربط بيها في الحاضر وتحويل القدرة إلى العامة إلى همة حية في الواقع. وكل قطر من الأقطار العربية الأساسية بمثل هذه الإمكانية مع تفاوت مفهوم هو تفاوت الحق التاريخي لهذا البلد في أرجحيته أو ذاك. إيش دعوة كانت إسرائيل على التلفزيون يومية تقتل بالعرب وأقصى تصريحات تطلع والله إحنا نشجب؟ شنو تشجب؟ جر سيفك، جر سيفك وشوفهم شلون يصيرون ذولا، يعني أبو بريص أحسن منهم. شو وقت اليهود صاروا شجعان بالتاريخ؟ كل عمرهم أهل زوايا مظلمة، أهل فلس. اللي سووهم يجرون سيوفهم العرب لما دخلت سيوف العرب في غمدها وأطلقت بعد أن قبلوا المذلة. البعض من المسؤولين يطلع على التلفزيون يوصف لنا، أبالك براسل صحفي يوصف والله هذا الطفل الصغير شلون خاتل هو وابوه وضربوه. هيش الحكي؟ مو هيش الحكي يابا. الحكي يقول إسرائيل ترى إذا أنتوا ما تصيروا نوادم خلال 24 ساعة وتجرون سلاحكم تبعدوا عن الفلسطينيين، ترى أنا ما أقدر أقف بوجه إرادة الشعب. هذا إذا يريد يحكي دبلوماسية، إحنا ما نحكي دبلوماسية، إحنا نحكي مباشر. الحق يراد له حكي مباشر حتى يفهم. بس إذا يريد يحكي دبلوماسية هم نعرف، إحنا نعرف لكن ما نستخدم. يقول إسرائيل هو وغيره صدام حسين والآخر خلي يقولون لهم ترى احنا
جزء من شعبنا، والشعب الفلسطيني جزء منا، احنا ما نقدر نتخلى عن دورنا. انتوا تقتلون بشعبنا ان لم ترعون وترفعون السلاح عن شعبنا، فراحنا سنمثل إرادة شعبنا ويكون إن عداك موقف آخر منكم. وشوف شلون يجرون أسلحتهم ويحطوها بغمدة، بس من أسلحة بعض العرب صارت صدئة وصارت بعد حتى اللي يريد يجرها من غمدها يراد لي يحط لها يدهنها فترة طويلة حتى يقدر يسحب السيف. طبعا إسرائيل تتنمر، يسموها إسرائيل سموها دولة، بعد كل شيء ما مستلمين سووها دولة. وهاي وكل من يسمعوا كلام يقول العراق ما يعرف سياسة. احنا نعرف سياسة قبل ما هم يصلون الى السلطة، لان احنا مناضلين عمر الواحد 40 سنة بالنضال او اكثر. عرف سياسة، بس السياسة خنوع، السياسة أن ما توضح هدفك. شلون تريد شعبك يكون خلفك إذا هدفك ما يعرفه؟ فاللي يحب الله سبحانه وتعالى يضمن الجنة، واللي يحب شعبه يضمن ولاؤه ويحتمي به، ما يخاف من أحد. واللي يحب مبادئه، وأعني مبادئ الأمة العربية العظيمة، ويحشد إلها على مسالكها الصحيحة باتجاه أهداف متوازنة يصل. وحب الله وحب الشعب، محبة الله سبحانه وتعالى، وحب المسؤول أو محبة المسؤول للشعب، ومحبة المسؤول لمبادئ الأمة العربية لا تستورد. هي ليس وصفة يوصفها طبيب ومن أخذها تروح الزكام، هذه جزء من الشخصية ينبغي أن تربى لكي نصل إلى نتيجتها هذه. ولذلك أنتم الآن تتفانون، ترى تتفانون مو على يعني المعاونة، اللي المعاونة بمعنى بحق اللي تجيكم من التصنيع العسكري، لا، تفانيكم لأنه أنتم تحسون بلدكم في خطر ومطلوب منكم أن تقاتلون دفاعا عنه. اللي يسمعون كلامي حول فلسطين ربما يقولون هذا صدام حسين دي زايد عليه، لا بالله ما زايد. مثل ما قلنا لهم في رسالة وزير الخارجية اللي طلبنا تعميمها على العرب، هذه موقف القيادة وليس موقف وزارة الخارجية. احنا ما نريد نزايد، بس احنا نتحدث عن الحق وفي نفس الوقت نرى القدرة في أمتنا عظيمة. خلي يجربون، خلي يجرب أي ملك منهم أو رئيس جمهورية يجر سيفه، وخلي يشوف شعبه ايش كثر يحطه يرتقي به إلى المعالي ويحطه فوق كتفه ويمشي به. بس إذا يكسرون بشعبهم وكل شيء احنا غير قادرين، واحنا امريكا وهذه امريكا ولا نستطيع، الله اذا ما الدنيا كلها مشت على الباطل بامكان واحد ان يرفع راية الحق ويصير الواحد 2 و4 و10 و1000 و2000. وهاي دائما هو تاريخ امتنا هالشكل. ومو المقصود مزايدة،
يقولون نعم هذه بها خسائر وتضحيات. إيه وهي متى كانت كان الوصول إلى الأهداف العظيمة بلا خسائر وبلا تضحيات؟ على العرب أن يصحوا، عليهم أن يصحوا، كافي يقبلون إهانات من أمريكا ومن الصهيونية. العمل اللي يصير ضد شعبنا في فلسطين هو علينا كلنا، على كل واحد من عندنا، على كل عربي، ضد كل عربي، وإهانة لكل عربي يقبل بيها. واللي توهموا في أنه أمريكا ممكن أن تضغط على إسرائيل، فعليهم أن لا يتوهموا أيضاً ويستمروا في وهمهم، لأنه الإدارة في البيت الأبيض والإدارة الصهيونية حالة واحدة. من الذي يحكم في البيت الأبيض الآن؟ اليهود في البيت الأبيض أو خدم اليهود. خل يصحوا، خيرهم كثير وشعبهم بخير والأمة العربية بخير، بس ينراد لها أحد اللي يقودها بأمانة. خل ينطونا إذا ما يريدون هم يقاتلون، يقولون والله إحنا ما نريد نقاتل. خل ينطون العراق وصلت قاع جريبة من إسرائيل، وهم بس يسهلون مهمة المتطوعين العرب. كافية. البارحة الرفيق طارق عزيز، سمعتوه أو ما سمعتوه، نتحدث في الندوة اللي أقيمت عن صلاح الدين الأيوبي في تكريت. صلاح الدين الأيوبي من حرر فلسطين مو كان العرب في أوج قوتهم، ولكن العرب والشعب والجيش ربط إرادته بإرادة صلاح الدين الأيوبي، طيب النية والفعل، والخليفة قبل أيضا بهذا الموضوع، مع أنه كان الثوب العربي يعني ممزق أو يكاد أن يكون ممزق. فالهمة موجودة بس يراد لها ناس. إسرائيل تقبل له العرب وصير لهم وقفة حقيقية لأسابيع. تتحمل إسرائيل؟ والله عيب، والله ما تتحمل أسابيع. بمنظور نحن كعراقيين، والله إسرائيل ما تتحمل أسابيع. يقولون إسرائيل يعني أمريكا، هي ولتكن. إحنا ما نريد نجعل أمريكا عدوتنا في الميدان، بس لما نعجز أن نجعلها ترى الحق، لتكن إسرائيل فوق أمريكا. وشنو اللي يصير؟ مو هي أمريكا الآن هسه مو فوق إسرائيل على العراق؟ صار لها 10 سنين. راح يقولون حاصروكم وكذا. لا، مو هم حاصرونا، هم أذولا هم اللي يقولون حاصروكم، هم اللي حاصرونا. العرب حاصروا. الأموال الكويتية والسعودية وملك السعودية وشيخ الكويت هو الحاصرنا، والآخرين الذين يجاملون على حساب الحق أو يتملقون للمال معهما من العرب هم اللي حاصرون، مو أمريكا. أمريكا ما تقدر تحاصر، نحن لو جزء من حالة عربية صحية، يعني الحد الأدنى من الصحة، مو صحية قوي. تجي أمريكا غير تضرب؟ ما هي ضربت هي 33 دولة. شنو خومة تبخرنا؟ وبعدين هو ليش هو القدس ما يسوى إنه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرره من أسره؟ ما يسوى مسر الرسول؟ ما يسوى؟ شو وقت تهتز الشوارب له؟ بس أدري
شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتخون؟ إذا أقدس المقدسات ما ينتخون. ما قرينا بالتاريخ إنه العربي يتحمل مثل هذه المهانه. لا عرب الجاهلية ولا الخلفاء الراشدين ولا الذين جاءوا بعدهم. من العلامات المضيئة، أما العلامات الرديئة دائما في الأمم موجودة. هاي طلعت منا حاصل مثل ما يقول الريفي الأستاذ من التكنولوجيا. سيدي رجعنا القسم من التدريسيا، رجعنا قبل أم المعارك فترة واللي بعد أم المعارك فترة. فأنا بالضبط رجعت 29/11/90، فالأحداث كانت بالخارج بشكل متوتر، وبحيث الإعلام يخوفنا بشكل، يعني أريد أرجع للقطر، خلصت الدكتوراه وجاي أرجع للقطر. قالوا وين رايح أنت للعراق؟ يعني تموت؟ قلت لهم هو نموت شنو يعني نموت وياهن؟ فما صدقوا. أنا أسوي المعاملة والجواز السفر وهذه، ذول يقولوا لي أنت يعني رايح إلى الموت المحقق. فرجعت بالضبط سيد الرئيس قال 29/11/90. شكرا جزيلا. الحقيقة اللي كتم أنفاسي شدة المرارة والألم اللي تتحدث به سيادتك أمامنا وأمام مجلس الوزراء يوم 24/9 بالرسالة اللي وجهتها للشرفاء من العرب والعالم وللأرذال بنفس الوقت، ومع احترامي للجلسة ولسيادتك لأنه هذه الكلمة قليلة بحقهم. يعني أشرح لك الآلام هذه لن تخففها، لأنه آلام إنسانية طبيعية، والعراقي وعراقية حسب العمر، اللي بي أم واللي بي أخت واللي بي بنت واللي بي ابن واللي بي أخ، من يموت بسبب الحصار لا بد نتألم. يعني فهذه مسألة يعني ما راح يخفف آلامها أي شيء. طبعا النتائج هي الدافع عن معنى الاستشهاد، تنطي قيمة إن البلد لا سامح الله من ينطي تضحيات وينهزم يكون حسبه إنه قاتل، بس من يقدم تضحيات وينتصر يكون شيء مما يطمئنه إلى صواب الموقف، لأن الله سبحانه وتعالى معه. ولا كيف ممكن أن ينتصر بلد بصفاته المعروفة على هالجبروت العالمي الظالم لو ما يكون معتمد أولا وأخيرا على الله، وينكى مبادئه وقيمه ويستنفر قدراته حتى يصمد؟ فهذا الألم إنساني، أما التفاؤل بالمستقبل والتأكد داخل النفس كما لو أننا في يوم احتفال مشابه ليوم 88، هذا أكيد العراق منتصر لا محالة. مو موضوع هذا احنا نناقشه، هذا اختيارنا أنه لابد أن ينتصر العراق بعد أن توكلنا على الله وأعددنا ما ينبغي ينتصر الآخر. سيدي القائد اسمح لي قدر، لأن احنا نتصور الكارثة الكبيرة اللي تقع على الأمة العربية لا سمح الله إن لم ينتصر العراق. أنا وصفت لكم حالة واقعية الآن لحالة العناوين تحت مسمياتها الكبيرة في الأمة، كيف بعض هذا يستخذي أمام الأجنبي، مع أن العراق واقف على رجليه ويقاتل. كان يفترض يقولون إنه إحنا يعني ليش إحنا هم أبناء نفس الأمة اللي العراق اللي ينتمي لها، ليش نستخدم أمام الأجنبي؟
فكيف لا سمح الله لو ان العراق قد هزم راح يسلمون الركاب والاعراض الى الاجنبي، مو بس الركاب. لذلك لازم ننتصر، يعني ليس هنالك خيار امامنا بعد ان اتكلنا على الله الا ان ننتصر. سيد القائد، قدر الله في الحياه، المؤمن مبتلى يعني، الحمد لله حسب ما تدخل الجنه ولا ما تفتنون، يعني المؤمنين لازم يدخلون امتحان، والله سبحانه وتعالى ذكر ايه اشد براءه من هذه الايه اللي يقول بها ونبلوكم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون. سيادة الرئيس القائد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند دكتورة مثال أحمد حسين البرطام، فرع الهندسة الصناعية قسم الإنتاج والمعادن، أحمل شهادة العراقية، شهادة الدكتورة العراقية، وبكل فخر وعني ثمرة لدور ندوة النهوض اللي سيادتك فتحت لنا الباب اللي لولاها كان احنا ليسنا نقدر نطلع نكمل برا ما كان حصلنا على هالشهادة. راح احكي فشي يعني مثل الأغلبية الموجودين هنا أساتذتي وأفتخر بيهم. في الوقت الحالي لحد الآن شهر الخامس لحد الآن انقبلت إلي وزملائي في فرع الهندسة الصناعية بحوث في أمريكا وفي بلجيكا وفي مصر وفي عمان، اللي دا أحكي مو دا أتباها إنه انقبلت بحوث، ولكن هي إشادة برصانة حقش إنه إعلان مباهاتك بشي بمباراة من أجل قوة ومنعة العراق هذا شيء عظيم. سيادة الرئيس، حتى أشيد برصانة الشهادة العراقية، وكنت أتمنى أنه الظروف تسمح نروح نحضر هيك مؤتمرات، مو حتى أوقف كتف ويا كتف بالأمريكي الأمريكي، كتفي أعلى منه، لأنه أنا بهالظروف هاي وانقبل عندي بحث في هيك مؤتمرات دولية. الشغلة الأخرى إن شاء الله سيادة الرئيس، النقطة اللي أحب أثيرها أمام سيادتكم وأتمنى أنه يعني نلقي لها فد حل وهي مفيدة للأستاذ الجامعي ولهيئة التصنيع. إحنا كأساتذة جامعيين الآن لا نقدر نحضر مؤتمر، وقبل كان الأستاذ الجامعي يقدر بعد شهادة الدكتوراه يروح سنة بوست دكتورال شهادة بعد الدكتوراه، وهي بسبب أنه الحكومة الدولة العملة الصعبة يعني تصرفها على مجالات أكثر أهمية. بلغنا كل الوزراء في سبيل أنه يعني في الجلسة قبل هذه الأخيرة بلغنا الوزراء وقلنا لهم بعد الآن تبعتون وفود، ابعتوا وياهم أساتذة الجامعة كل واحد حسب اختصاصه. يجي دا تنطي له عملة صعبة يا سيادة الرئيس، على قد هالفلوس دا تنطيها دا يفيدك ودا يروح، يعني هو ما باقي للبلد، لكن الأستاذ الجامعي لما دا يروح دا يجيب الخبرة هو باقي للبلد دا يطورها. الشغلة الأخرى سيادة الرئيس، احنا يعني عندنا تعامل ويا أعضاء من هيئة التصنيع يحبون انه يكملون دراسات عليا، لكن نتيجة لمكانهم المهم في العمل أو انه هو عمره صغير واصل رتبة كعسكري ما يخلوهم يكملون دراسات عليا، فاقتراح انه تنفتح دراسات عليا مسائيه، لانه في الدراسه المسائيه موجوده في الجامعات والكادر التدريسي اوريدي يداوم، فاذا انفتحت دراسه مسائيه باجور يعني مو مثل الصباحي باجور، فيكون الطالب اللي عنده مهمه بالتصنيع العسكري او عنده شغل يقدر يقضيها، وفي المساء يقدر يباشر بالدراسات العليا، وهالحالة عدد الدراسات العليا الموجودين في التصنيع عددهم راح يرتفع، لأنه أنا أشوف إنه أكو نفر بأصحاب الشهادات الدراسات العليا في هيئة التصنيع خصوصا في المصانع الإنتاجية، فمقترح تدرسوا سيادتكم. شكرا. حقيقة سيدي هذه مسألة تعود إلى الجامعة، إحنا سبق وأن فاتحنا الجامعة قلنا لهم يا حبذا لو تكون، لأن هي مشكلة في السنة الأولى اللي هي الكورس الدراسي اول سنه في الجامعه.
تحضيرية، ثم السنة الثانية البحث. في البحث هو ما متفرغ، يعني يفضل معانا، لكن في السنة الأولى لازم يكون متفرغ. فجماعة جاءت بدأوا في النهار مساء لحد الآن جامعة مساء. إذا فعلا انت وزير الثانية القعدة وياكم دائما حلوة. الإنسان وين ما يصل هم يظل عنده حنين للجامعة والدراسات. أشكركم أخوان، أشكركم، وتخدمون شعبكم مثل خدمة الطبيب للمواطن. الفلاح يزرع حتى هو يستفيد، وبنفس الوقت حتى ابناء بلده الفائض من حاجته يتغذون عليه، وبالتالي يديمون الحياة. الطبيب يديم الحياة بصورة مباشرة بدون زرع وبدون صناعة، من خلال التشخيص وإعطاء الدواء والعلاج. فأنتوا أيضا تقدمون الخدمة إذا صمود شعركم بصورة مباشرة، شعركم شأن القوات المسلحة. المقاتل يدافع عن الوطن وعن الشعب من خندق بصورة مباشرة، وانتو أيضا صنعوا له تجهيزات، تساهمون في تصنيع التجهيزات، تصنيع السلاح حتى يقاتل زميلكم المقاتل بصورة مباشرة، فأنتوا وياه بخندق واحد. بارك الله فيكم.